السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثامن والأخير من فك تابلو العربية رينو الميجان فور، عشان غيرت ثلاجة التكييف، والحمد لله وبعد عناء مرير خلاص وصلنا للآخر. احنا كنا طلعنا الهاوسنج في الفيديو اللي فات، هنا بقى بنفور الهاوسنج نفسه واللي جواه التلاجة. ده الغطا بتاع الهيتر او تلاجة السخن. والهيتر نفسه دي المسامير الداير بتاعت الهاوسنج. بتمشي معاها بقى واحدة واحدة لحد لما تفك المسامير. نقعد بقى نجيب في الهاوسنج يمين وشمال لحد لما نفك كل المسامير المستخبية. هنا بنسلك الفيشة دي،
هنا بدأ بنقطع العزل لأن النصين هيتفتحوا عن بعض عشان العزل ما تقطعش. احنا بس بالكتر كده بنعمل فيه فتحة، وبعد كده نلزقهم في بعض تاني واحنا بنقفل. تاخد بالك بس من البوابات وانت بتفتح الهاوسنج، بسم الله. ادي الهاوسنج اتفتح، وادي فلتر التكييف، وقدامه الكويل او التلاجة بتاعت التكييف. بس فاضل زي غطا اهو، الجزء اللي احنا ماسكينه ده فريم كده بلاستيك برضو لسه ماسك قدامها الكويل، بنسحبه. بعد كده نسحب الكويل نفسه، هيتغير الكويل ونقفل عكس ما فكينا بالظبط. ادي اثار الضرب هنا على الكويل. طبعا الكويل ولا بيتلحم ولا بيتصلح ولا ليه اي نوع من انواع الصيانة، ده بيتغير وبيجي واحد تاني جديد مش مستيراد. هنا بنفتح العزل عشان نعرف نفك البلاستيكة دي. هننضف الهاوسنج ونقفل الكويل الجديد. ادي الكويل القديم. بعد كده بقى نكبس ونكشف ونشحن، وبعد كده خلاص نتوكل على الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.